فقال عمر ابن عبد العزيز لبعض العلماء: عظني. فقال: لست أول خليفة تموت. قال: زدني. قال: ليس من آبائك أحد إلى آدم إلا ذاق الموت، وسيأتي دورك يا عمر، وسيأتي دورك يا عمر. فبكى لعمر وخر مخشيا عليه. وكان أبو الدرداء يقول: إذا ذكر الموتى فعد نفسك واحدا منهم. بنى ابن المطيع دارا فلما سكنها بكى ثم قال: والله لولا الموت، والله لولا الموت لكنت بك مسرورا، ولولا ما تصير إليه من ضيق القبور لقرت أعيننا بالدنيا. ثم بكى بكاء شديدا حتى ارتفع صوته. في الصحيح: ما منكم أحد إلا ويعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، ما منكم من أحد إلا ويعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إما مقعده في الجنة أو مقعده في النار.